للوهلة الأولى، قد تظن أن هذه السيدة تعاني من الفقر والجوع، فهي لا تملك ما يكفي من المال لشراء الطعام الذي يبقيها على قيد الحياة، وقد يدفعك التعاطف معها للتبرع لها. لكن للصورة وجه آخر، كانت هذه السيدة من أجمل الفتيات في العالم وهي في العشرينات من عمرها، وللأسباب التالية لابد أن نشكر الله تعالى على نعمة الشعور بالجوع. أصيبت هذه السيدة بمرض نادر يسمى إينوروكسيا أو فقدان الشهية العصبي. وتتلخص أسبابه في تكوين المريض لصورة خاطئة عن أبعاد جسده، فيرى المريض أنه ممتلئ الجسم وهناك ضرورة لفقدان الوزن على عكس الواقع، ويشير الأطباء إلى أن هذا المرض هو نفسي في المقام الأول، فيصاب المريض باضطراب نفسي خطير يتسم بانخفاض الشهية أو النفور التام من الطعام، وذلك بسبب الخوف من البدانة. وبناء على الصورة الخاطئة التي كونها المريض عن جسمه، يبدأ المريض باتباع حمية غذائية قاسية، ويتناول العديد من المسهلات التي تجعل الطعام لا يستقر في المعدة ولا يستفيد الجسم منه، ويدفعه الهوس إلى ممارسة الرياضة بشكل قاس لا يتحملها الجسد. وأيضا يدفع المريض نفسه إلى افتعال القيء رغبة في عدم بقاء الطعام في معدته، حتى يصل إلى حالة لا يكون قادرا فيها على القيام بالأنشطة البسيطة كالوقوف والمشي. وفي حالات الإصابة الشديدة يصل الأمر إلى التوقف التام عن تناول الطعام وعدم الشعور مطلقا بالجوع. تصيب هذه الحالة غالبا الفتيات في سن المراهقة، ونادرا ما تصيب الأولاد، وهذا راجع إلى الثقافة المنتشرة بأن الفتاة النحيفة هي الأكثر جمالا. أصابت هذه الحالة عارضة الأزياء الروسية فاليريا لافيتين، فلم تكن فاليريا بهذه النحافة من قبل، فقد كانت في غاية الجمال، وتحول الأمر إلى هذا الشكل بعدما تحولت رغبتها في إنقاص الوزن إلى كارثة خارجة عن السيطرة، فقد تحولت فاليريا من فتاة بارعة الجمال إلى هيكل عظمي في أوائل العشرينات من عمرها، فقد وصل وزنها الآن إلى 26 كيلوغراما بالرغم من طولها البالغ 173 سنتيمترا. الآن هل يستحق الحصول على قوام رياضي جميل الوصول إلى هذه النتائج الكارثية؟ اشترك الآن لتحصل على إشعارات بجديد الفيديوهات. أبدي إعجابك بالفيديو فضلا لا أمرا. شارك الفيديو لنشر المعرفة. شاركنا رأيك لنقدم ما ينال رضاكم.